طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الفريق الاول لكرة السلة بنادي الزمالك هو دلوقتي في مواجهة النادي الاهلي في تاني مباريات نصف نهائي دوري سوبر السلة على صالة برج العرب. طبعا المباراة الاولى للأسف ما حلفناش فيها التوفيق ولا الحظ، يعني ان شاء الله الزمالك يقدر يفوز النهاردة. نص النهائي طبعا زي ما حضراتكم عارفين بيتلعب بنظام best of five، يعني هتلعب 5 مباريات هيصعد الفريق اللي يكسب 3 مباريات. طبعا كلنا عارفين انه فكرة ان فريق يكسب 3 مباريات ورا بعضها ده مش هيكون اسهل حاجة على الاطلاق، فغالبا الموضوع مستمر شوية او الموضوع مكمل معانا باذن الله، وان شاء الله الزمالك يقدر ان هو يفوز بال3 مباريات ويتأهل لنهائي الدوري باذن الله. لسه بدري على حسم التأهل، بس ده معناه ان فريق الزمالك لازم يتعلم من اخطاء المباراة اللي فاتت ويكون في دعم لنقاط القوة علشان نقدر نكسب النهاردة ونرفع الثقة ونبعت رسالة للمنافس ان احنا اكيد مش منافس ضعيف، وباقي الماتشات باذن الله تكون قوية، الحسم يكون في اخر ثانية. فريقنا محتاج المكسب ده بشكل كبير جدا علشان ده اللي هيعلي الروح المعنوية عند اللاعبين، وبالتالي في حالة التأهل للنهائي انت هتكون متأهل على حساب النادي الاهلي وهو منافس شرس، منافس غريم مش سهل ابدا. فالنهاردة لما هتتخطى المرحلة دي او المنافس الاقوى او المنافس العنيد او المنافس الشرس لما هتتخطى ده معنويا هيفرق معاك بشكل كبير جدا جدا جدا. بالمناسبة انت فزت على نادي الاهلي في الدور الترتيبي وده ما كانش بعيد، يعني انت تقدر تفوز وتقدر تتأهل للنهائي. المهم ان كل واحد في الفرقة يعمل اللي عليه، سواء لعيبة جهاز فني، والتوفيق في الاخر بتاع ربنا. ده شيء مهم جدا، انزل العب لاخر ثانية، بلاش فكرة اللي بنعاني منها كل مباراة وهي الجاب اللي بيفتح. الجاب بتلاقيه بيفتح في الكوارتر الثاني الثالث، مش عارفة، يعني دي حاجة بدأت تحصل لنا في الأونة الأخيرة أو في المباريات الأخيرة، فكرة الجاب اللي بيفتح مرة واحدة السكور يعلى ل 12 19 17، فبتفضل بقية المباراة أنت بتحاول تلحق النتيجة، بتحاول تقلل الفارق، بتحاول تقلل السكور. فدي بقت مشكلة معرفش ليه بدأت تظهر علينا بشكل كبير في الأونة الأخيرة، أنا مش حباها. النهاردة أنت لو ماشي بوينت بوينت باسكت باسكت ثلاثية حتى فرق 3 بوينت ده بالنسبة لك هيكون أرحم مليون مرة من فكرة الفرق اللي بيعلى عن 10 نقاط. ده صعب، أنت بتصعب المهمة على نفسك بشكل كبير. مش حابين أبدا نشوف ده في المباراة النهاردة أو حتى المباراة اللي جاية، مش حابين نشوف ده، مش يعني مش حاجة يعني بتكون بتسهل علينا المهمة دي، حاجة بتصعب علينا المهمة بشكل كبير. فمحتاجين ان احنا كل ما نقلل السكور وكل ما نبقى محافظين على فارق السكور بيننا وبين المنافس طوال المباراة، يا سلام لو لصالحك اصلا، يعني يا سلام لو لو انت اللي عالي بالسكور اعلى على قد ما تقدر، لكن بلاش الجاب اللي بيفتح مرة واحدة، بلاش مرة واحدة يحصل انه الاهلي او اي فريق انت في مواجهته يعني يعلى 3 نقاط في 6 نقاط في 12 نقطة في 15، السكور بيسحب بشكل كبير جدا واحنا نروح مش مركزين، فنشوط ثلاثيات احنا مش موفقين فيها فنصر على الثلاثيات فالسكور يفتح اكتر، فنصر على انك تسرع من كورتك قوي فالسكور يضيع ويعلى. مش عايزين نعيش الاجواء دي يا جماعة، انت بتصعب على نفسك المهمة بشكل كبير بلا داعي بلا داعي، فنحاول نحافظ على السكور.